حياكم الله أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. كل واحد رفحاوي انطوا يومية 40,000 امتياز بالإضافة. 40,000 بالشهر يوميا تساوي 1,100,000 بالسنة. هاي للواحد، هاي دير بالك، بالسنة تساوي 144,000,000 للواحد. إذا عائلت 10 نفرات الأخ يأخذ 1,440,000,000 باسم قانون رفحة. اعطاهم حق الاقتراض من الإسكان، بنك الإسكان وبنك العقاري 50,000,000 و50,000,000. أما الزراعي فما حدد له، فالجماعة سووا راحوا على الزراعي. زين، حتى يعني حتى إحنا العراقيين هم علمونا أهلنا، قال حتى ما تريد تاكل بين عيون، خل الله بين عيونك. شنو أنتم؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقه حول زياره عادل عبد المهدي الى محافظه البصره، وكذلك حول موضوع ملفات الفساد الذي بقي معلقا مع الحكومات المتعاقبه. تنتظر حكومه عادل عبد المهدي الالاف من ملفات الفساد المالي والاداري وصولا الى جرائم الحرب والانتهاكات والاخفاء القسري، انتهاءا بسقوط المدن على يد تنظيم داعش منتصف عام 2014 إبان ولاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. تحول ملف معالجة الفساد وفتح تحقيقات شفافة مع المتورطين فيه إلى مطلب شعبي في تظاهرات جنوب العراق، خصوصا في محافظة البصرة، واللي يتزامن الآن زيارة عادل عبد المهدي إلى المحافظة، وكذلك تزامن ذلك مع صدور تقارير تتحدث عن خسارة العراق نتيجة الفساد المالي ما لا يقل عن 450,000,000,000 دولار في أقل من 10 سنوات. طبعا الملف كما هو معروف ينطوي على مخاطر كبيرة، كون أن المتورطين في ملفات الفساد هم من المتصدرين للمشهد السياسي والأمني في العراق، وبينهم قيادات سياسية بارزة لها أتباع ولها أجنحة مسلحة، ما يجعل الملف بمثابة يعني حق الألغام يتجنب الجميع الخوض فيه. حتى بات القول بأن فتح الملف على مصراعيه يعني نسف العملية السياسية بالعراق بشكل كامل، وحتى مشروع الإصلاحات يعني التي أطلقها أو الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين في سقوط مدينة الموصل ومنهم نور المالكي في 2014 لم تأتي ثمارها وانتهت من دون أي نتيجة، رغم التظاهرات الشعبية والمطالبات الشعبية التي دعت العبادي إلى فتح ملفات الفساد، وكان الرجل يخرج كل مؤتمر صحفي يتحدث عن هذا الموضوع ولكن دون أي جدوى. اليوم مجلس محافظة البصرة اتهم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتهميش إدارة المحافظة خلال زيارته إلى البصرة، وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس المحافظة حسام أبو الهيل بأن إدارة المحافظة لم تعلم بزيارة عبد المهدي إلى البصرة والتي تفقد خلالها المؤسسات النفطية وبعض المشاريع، وأشار إلى أنه كان على رئيس الوزراء إخبار مجلس محافظة البصرة بزيارته واستدعاء مدراء الدوائر المستفيدة من تلك المشاريع. طبعا الحديث عن محاربة الفساد في العراق مو جديد. حيدر العبادي كما أشرنا بأنه تعهد بمحاربة الفساد، النتيجة نقدر نقول عليها صفر، قبل المالكي اللي هو أصلا يعني متهم بتأسيس الفساد في العراق هو حكومته. هذا الملف كما قلنا بأنه إذا ما فتح ومن المستحيل أن يفتح سوف ينسف العملية السياسية، لأن الجماعة كلهم مشتركين بالفساد اللي موجود في العراق. ملفات كثيرة، ملفات تسليح القوات الحكومية بالأسلحة الفاسدة، صفقات وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود بشأن ما عرف بصفقة الأحذية أجلكم الله،
تهريب 6 مليارات، أكثر من 6 مليارات دولار، من قبل يعني مسؤول مقرب من نور المالكي وهو محمد الموسوي. طبعا هذا الشخص شنو منصبه ما حد يعرف، واللي كشف عنه وزير المالية السابق هوشير جيباري في مقابلة صحفية. كل هذه الأمور يعني لم نصل إليها إلى نتيجة أو يفتح يعني ملف واحد حول هذا الموضوع المهم والحساس في العراق، موضوع الفساد. معنا اتصال أبو بلال من بغداد. تفضل أبو بلال. انقطع الاتصال مع أبو بلال من بغداد. طبعا مجلس عشائر محافظة البصرة في نفس السياق، سياق زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصف زيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للمحافظة بالإعلامية الاستعراضية، وقال رئيس المجلس الشيخ رائد الفريجي بأن هدف هذه الزيارة هو إعلامي واستعراضي، وهو أي عادل عبد المهدي يستطيع حل أزمات البصرة أثناء وجوده في العاصمة بغداد. فحلول هذه الأزمات التي يتظاهر من أجلها الأهالي منذ عدة أشهر تكون من خلال قرارات حكومية وليس زيارات إعلامية. أكد بأن عبد المهدي وعد وفد البصرة الذي التقى به قبل شهرين بحل أزمات المحافظة وتلبية مطالب المتظاهرين، لكن هذه الوعود لم يطبق منها أي شيء على أرض الواقع. طبعا بالتزامن مع زيارة عادل عبد المهدي إلى محافظة البصرة، احتشد متظاهرون في محيط فندق الشيراتون لاعتراض موكب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. خلينا نشوف هذا المقطف من محافظة البصرة ونرجع نكمل الموضوع. نعم، كما أشرنا على يعني خطى رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، والذي يعني شكل في وقتها يعني حتى في الأسابيع الأولى من حكومته السابقة مجلس مكافحة الفساد، يعني تعتمد كذلك خطط عبد المهدي إعلاميا محاسبة المتورطين بالفساد على ابتكار لجان وخبراء خلال أول جلسة للبرلمان، والذي منح عبد المهدي الثقة لتشكيل الحكومة، وأعلن بعدها عن وجود 13 ألف ملف فساد مفتوح أمام هيئة النزاهة، وتعهد عبد المهدي بالتعامل مع الفاسدين بوصفهم لا يقلون خطرا عن داعش، وهي نفس الجملة التي قالها حيدر العبادي قبل نحو 5 سنوات، الأمر الذي دفع بسياسيين وبرلمانيين للتشكيك بكلام عبد المهدي، لا سيما بأن لا سلطة له على الأحزاب التي تمارس الفساد وتتلاعب بمقدرات الدولة الاقتصادية. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا أهلا بك. تحية لك أستاذ عمر، وتحية لقناة الرافدين، تحية لكادر القناة. أهلا وسهلا. تحية للشعب العراقي الجريح، أو تحية لهيئة علماء المسلمين على رأسهم الدكتور مثلا حارث الظاهري. حياك الله. بالنسبة لزيارة عادل الزوية للعراق، للبصرة، لمحافظة البصرة الجريحة، هي نفس زيارة حيدر الطوسي، نفس النماذج، هي نفس النماذج. حيدر عادل الزوية هو ما يقدر يشكل حتى وزير، حتى الحاكم هو قاسم سليماني للعراق. نعم. بالنسبة لهذه الزيارة، زيارة فاكلة على الشعب العراقي أن يساند البطل على المحافظات الجنوبية الشريفة، أن كلها تقوم قومة رجل واحد. فالمشكلة هي ليست بس البصرة، مشكلة مدينة العراق، العراق مغيب بأكمله. نعم. العراق مصادر حق الشعب، الأموال العراق تنهب لإيران ولأذناب إيران. وتحية لك وتحية كل عراقي شريف. حياك الله أبو فيصل من السعودية كان معنا. اتصال إيمان من بغداد. تفضل إيمان. يلا إيمان.
تسمعيني؟ تفضلي إيمان. إيمان. نعم، هناك مشكلة بالاتصال إيمان، يعني عاود الاتصال. طبعا يعني عبد المهدي كذلك يعني أعاد تشكيل المجلس، ما يعرف بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد اللي ما شفنا منه أي مكافحة أو أي نتيجة. اعتبر بأن خطوة أن هذه خطوة تمكن من توحيد جهود الجهات الرقابية، وقال على هامش الاجتماع بأن الهدف من إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد هو لتمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقع هذا الشخص، وأن نتصرف كدولة كما قال يعني في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء. أشار إلى أن المجلس يجب أن يتمتع بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد ومعرفة مواطن ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ. إيمان من بغداد تعاود الاتصال، تفضل إيمان. إيمان نصل التلفزيون للأخير، الله يخليك. ألو. تفضلي. ألو، عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. إيمان نصل التلفزيون للأخير. نعم. أكو مشكلة بالصوت إيمان، أنا أعتذر من عندك، أكو مشكلة بالصوت ما نفهم أي شيء، الصوت يقطع. عضو سابق في هيئة النزاهة قال بأن العراق لا يحتاج إلى تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، خصوصا بأن هذا المجلس سيبنى على طريقة المحاصصة الحزبية والمحاصصة الطائفية كالهيئات والمجالس واللجان السابقة، لأن الأحزاب ستزج عناصرها في المجلس ويتكفلون بطريقتهم بإخفاء الملفات التي ترتبط بأحزابهم والتي تتهم قادة فيها. وأضاف بأن الحكومة تملك هيئة نزاهة مستقلة وقضاء ورقابة مالية ولجان برلمانية ووسائل يمكن من خلالها أن تراقب وتعمل على فتح الملفات ومحاسبة المتورطين بطريقة قانونية آمنة كما قال. أما الحكومة فهي سلطة تنفيذية عليها أن تنشغل بقطاعات مرتبطة بحياة المواطن كالخدمات وكذلك يعني السياسيين بما يتعلق بالخطابات الخارجية وأمور الاقتصاد، بأن اللجان التحقيقية التي تشكلت منذ يعني الحكومة الأولى بعد الاحتلال ولغاية الآن لم تتمكن من محاسبة أي زعيم سياسي متورط بقضايا اختلاس أموال أو إرهاب، لأن اللجان التي تشكلها الحكومة تتكفل الأحزاب باختيار أعضائها. أبو بلال من بغداد عاود الاتصال معنا، تفضل أبو بلال. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. الله يبارك فيك أستاذ عمر. حقيقة يعني قضية الفساد في العراق هي جزء من عقيدة. نعم. يعني وليست يعني ظاهرة طارئة. هؤلاء جاءوا بعقيدة تبعا لمن أتى بهم ونصبهم، وهو العدو الصليبي والعدو الصفوي الإيراني. فهؤلاء جاءوا لتدمير هذا البلد، استطاعوا إلى ذلك السبيل بأي طريقة بأي وسيلة ممكنة، لا بد أن يسعون في هذا البلد سرابا وفسادا. نعم. والدليل وقوفهم بوجه الشعب العراقي حينما خرج مطالبا بأكثر المطالب، ألا وهي الماء والكهرباء. نعم. والخدمات الأساسية التي هي تعتبر حق واجب على الدولة أن تنفذه باتجاه المواطن. فإذا احنا أمام قوم هم امتهنوا القتل، امتهنوا الإجرام، امتهنوا السرقات. يكفي أن نقول ونقل كلام عبد الرحيم العقيلي قبل فترة ظهر على قناة الجزيرة. نعم. هذا الرجل الشريف بدير نزاهة حينما هددوه. نعم. بالقتل وهرب الآن إلى أربيل. نعم. قال يعني بالحرف الواحد، قال دخل العراق منذ 2003 إلى 2017 ما قيمته 1,000 مليار دولار، يعني تريليون دولار. نعم. يعني مبلغ خرافي، مبلغ يكفي لبناء دولة بأكملها. زين. يعني احنا نعرف ميزانية بعض الدول كالأردن وسوريا لا تعدل ربع أو جزء أو عشر ميزانية العراق. فقال هذا الرجل الشريف، قال هذه الأموال كلها بددت ومن ضمنها 6,000 عقد وهمي
بقيمه 227 مليار، استاذ عمر تصور وياي 6000 عقد وهمي بقيمه 227، منو هاي العقود يسويها؟ اني وابو المواطن البسيط والمدرس والمعلم واللي بيعلمنا بالشارع؟ لا والله، هذه كلها هذا البرلمان الذي يسمى بدورا وبتانا بالبرلمان، ولكنه برلمان السراق والقتله والمجرمين. هؤلاء استاذ عمر لا يمكن ان يخرجوا قيد امثله عما يوجههم به العدو الايراني. احنا كنا نعرف قبل كم يوم حينما اتى هذا الارهابي الكبير جواد ظريف وحينما اعلن من النجف قال انت ايها الامريكان انكم ستمضون ونحن هنا باقون لاننا اصحاب الارض. استاذ عمر بنفس العباره قال نحن اصحاب الارض. هذه رساله للدول العربيه ولامريكا ان ايران اطباعها في العراق ليست وليده اليوم. ايران اطباعها منذ الاف السنين منذ ان غزا كورش بابل والى يومنا هذا. يعني يكفينا على الاقل ان نتذكر انه حينما اسست الدوله العراقيه عام 1921 اعترفت اغلب الدول بالعراق الا ايران، بقي 9 سنوات للتماطل وبعد الضغوط الى ان اعترفت في سنه 1929 اعترفت بقيام الدوله العراقيه، لانها لا تعترف اصلا بوجود دوله في العراق. فنحن اذا لا اقول لا نلوم هؤلاء الحكومه، لا هؤلاء ايضا متورطون في الجريمه، لكن والله يا استاذ القرار الاول والاخير بيد ايران. حتى امريكا خسرت الساحه العراقيه. نعم. وما يدري اليوم يعني للاسف انت يمكن ما عايش الشعب الشارع العراقي ثاني. يعني الناس فرحانين بالشارع تشوف السيارات كذا يسولفون امريكا راح تطرد ايران وكذا، والله يا اخوي كذب. امريكا لم تفرض ايران للعراق. امريكا مجرد هذا ترامب هذا رجل بزنس مان. هذا عند امريكا اولا والبزنس اولا. ولا يمكن ان يخسر حياه جندي واحد من اجل العراقيين. والدليل انه حتى مطالب اهل البصره هو لم ياتي على ذكرها. يعني امريكا لا تدعي انها والله حريصه على مستقبل الشعب العراقي وحياه الشعب، فهي تكذب. يعني والدليل مطالب اهل البصره زين انه ما اتت على ذكرها. فاذا ترامب مجرد جاء قوه العراق لكرس الاحتلال وليثير ايران يعني ظاهرا، اما بالحقيقه فقد تشاطروا المصالح وعلاقه سريه الان صارت علنيه بينكم. وامريكا وايران متناغمون، يعني منذ زمان الدوله البيزنطيه ومنذ زمان الدوله الفارسيه كنا نعرف ان مسرح عمليات الطين في الجزيره العربيه وبلاد الشام. الان هذا الحكم القديم الجديد يعيد نفسه مره ثانيه استاذ عمر. يعني وقبل ان اختم كلامي استاذ الفاضل اوس الخفاجي يقول احنا نخشى طلع في مقطع على الفيسبوك يقول نخشى ان يتحول الشارع العراقي الى نقطه القوات الامريكيه كما نحن يعني صرنا مع القوات الامريكيه ضد صدام حسين. ثم يقول ان الشارع قد بلغتهم وجبلتهم وقد خلعهم كما يخلع اجلك الله الحذاء ولكنهم يخشون ربما ان امريكا تقلب عليهم الطاوله. اقول له يا اوس الخفاجي طمن امريكا لم تجد افضل منكم انجاز ولا اقل يقولون شعبهم ويقصدون بلادهم. البارحه حاكم الزامني نعم قال تاتينا المخدرات من ايران وتاتينا المخدرات من افغانستان وتاتينا المخدرات من السعوديه ولم ياتي على ذكر ايران. لماذا؟ ايران هي كعبه الاستاذ، ايران هي مقدسه، لا يمكن ان ياتوا على ذكرها ويذكروها. يعني كنا نعرف كانت قوات عمليات البصره حينما تعمل ايران بتهريب المخدرات العراق نعم. أنا أشكرك أبو بلال، أشكرك أبو بلال من بغداد. معنا اتصال سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون نشوف يعني حضرتك. يعني مجلس مكافحة الفساد الأعلى أستاذ عمر. نعم. والله أنا آسف يعني بس هاي المشكلة لها خلفيات وبدايات الصراحة يعني. نعم. هؤلاء الناس من بعد يعني قبل 2003 أكثرهم كانوا بالشمال زين، حتى واحد من عندهم هو هذا موجود على اليوتيوب هذا سامي العسكري يقول أصلا إحنا ما توقعنا نستلم حكم، إحنا جينا في سبيلها أبي طونايا نعم الله. نعم. نعم الله. شوف شلون فأول يعني القرارات كلها خاطئة. يعرفون الجيش العراقي مثلا عقيدة حماية الوطن وكذا فسووا يعني بصراحة صارت سطوة. احنا ما نجيب هذا الكلام ولا نتبلع على احد ولا نتحدث من جيبنا كلها هم واحد من كلامهم تدينهم يعني من ألسنتهم
هم صارت فيها سطوة شيعية يا أخي، سطوة على الحكم شيعية. يقول لك هذول السنة مراحة زين، فشلون شوف بالوطن العربي أكو حكم شيعي مسوي مشاكل للبلدان العربية الأخرى وكذا، لا كلها على أساس إنه حكم مسالم وكذا، بس بس تعرف أنت يعني خاصة كل هالكلام هذا يصير بالحسينيات الصراحة يعني. فهذول ما جو لإنقاذ العراق وبعدين يباعون يشوفون والله نظام صدام حسين وراح ننقذ العراق ونحاول حتى لو مناطق الوسط والجنوب نصلحها نعطيه، لا صارت انفتحت البنوك أمامهم، انفتحت الوزارات أمامهم، ما ماكو شغلة طائفية هم جابوها صح، وهم هم أصلا هم أس هم أسسوا للفساد، هم هم هذا المالكي ما شفته يا يوزع الوزارات بكيفه، أهم شيء إنه يحصلون يعني يحصلون كوميشنات، فهاي هاي الفساد فساد يعني صراحة. أشخاص تابعين للإخوان الشيعة هم 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 أسسوا بالفساد، هم وسرقوا يعني وبعدين جابوا برلمان. سامي الأحزاب اللي موجودة شيعية كانت أو سنية أو غيرها، يعني الجماعة ما مقصرين بموضوع الفساد صراحة. نعم. وإذا يعني أنت مثل ما تفضلت أنه تمام أوكي أنت استلمت حكم زين، الشيعة في الجنوب يعني ولو إحنا مرد نتكلم بهذه الشيعة والسنة، الشيعة شو استفادوا؟ الشيعة شو استفادوا في الجنوب؟ يعني أوكي هناك من استفاد من أقرباء المسؤول وكذا، هذا أمر عادي من أقرباء من الحزب مالته، بس يعني نسبة البطالة اللي موجودة في محافظات الجنوب أعلى من محافظات الوسط والشمال. أستاذ عمر المشكلة شنو؟ هذول مافيات يعني كل واحد نعم. كل ميليشيا مستلمة جزء، البصرة مثلا مقسمة بين بدر وهسه سووا مجال للعصائب لأن صارت المشاكل بين العصائب وبين دولة جماعة عمار الحكيم، فكلها ما الدولة ما إلها أي مجال أو أي ما تقدر تتدخل، كل واحد هذا هذا إلك هذا إلي هذا، هالشكل العراق مقسم ما في دولة يعني تلاحظ شلون يا أستاذ عمر. فإحنا في مصيبة كبرى، وهم يعني لازم يصير لازم يصير ثورة شيعية وشي في سبيل حتى يقول لك تعال يا أبا إحنا الوسط والجنوب يعني واسف هذا الشيء خلي سووا آية وبعدين ذاك الوقت واحد يقدر صراحة يعني يتفاهم على صلاح هذا الوطن. ما ما ماكو يعني قرارات إيرانية قرارات أمريكية ماكو قرار عراقي يا أخي، لأن هؤلاء الأشخاص يعني منافقين يعني هسه مثل الطماطم هيك تقلبها هالشكل يقول لك أي أنا وياك تقلبها هالشكل يعني أنت تعرف أنت مدينة الثورة كلهم كانوا بعثية يعني هسه صارت هذا صاروا شو يسموه ما يصير يا أستاذ عمر. لازم 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 مثلا خلينا نقول بهالصورة يعني الثوار الشيعة لازم يثورون ضد هؤلاء الشيعة اللي مدمرينهم في سبيل حتى واحد شوية يقدر يتفاهم بصورة صحيحة مع يعني. أنا أشكرك سامي من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رسائل واتساب، يقول احد المرسلين يقول عبد المهدي كان عليه ان ياتي الى الزبير المنكوب بالامراض، فهذا القضاء المظلوم يعطي نسبه 60% من نفط البصره، وكان عليه التحدث مع المتظاهرين
لا أن يهرب في فندق الشيراتون. يضيف طبعا هو على لسانه يقول مجلس شيوخ البصرة هؤلاء منافقين كما يقول، من منهم ابن عاطل عن العمل، من منهم ساكن في التجاوزات، هؤلاء كما أسماهم هو طبعا هذا رأيه، هؤلاء الآفات يجب أن نزيلها فهي لا تتحكم بالشعب البصري الأبي. رسالة أخرى يقول فيها أخي عمر كشف الفساد والعمل على لا يحدث هو مهمة حكومات متعاقبة، أفرادها هم فاسدون والقانون لا يوجد قانون يحاسب هؤلاء في على أعمال الفساد وكشف الأشخاص الذين يقومون بعمليات الفساد المستشري في البلد. يقول يجب إيجاد قانون عادل يكشف كل شبهات الفساد ويحاسب هؤلاء الأحزاب العميدة لإيران على ما تسببه من فساد والسرقات. موجودة لجان وموجودة قوانين، ولكن المشكلة اللي يصدر هذا القانون هو يعني تلقى رأس من رؤوس الفساد. معنا اتصال محمد جاسم من البصرة، تفضل محمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شنو رأيك بزيارة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى البصرة؟ قناة الرافدين المحترمة، ورحمة الله على الشيخ حارث الضاري، وسلامي وتحياتي إلى الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري المحترم البطل. حياك الله. ويستحق البطولة لأنه فعلا حقا بطل. أستاذ عمر، بالنسبة لعادل عبد المهدي زيارته إلى البصرة هي ما شرف أهل البصرة. عادل زوية بعد هو معروف تاريخه وشغلات. أنا اللي أرد أقول إذا كان هو فعلا قاد إلى زيارة البصرة، خلي يروح شوف المستشفيات مالت البصرة، مثل الأمراض السرطانية اللي موجودة في محافظة البصرة أكثر من 3000 حالة سرطان، والأكثر منهم طبعا شنو أطفال. زين، إذا هو صدق جاد هو رايح للشيراتون، قاعد للشيراتون، شيراتون شو يسوي به؟ هو رايح لنا الشيراتون. نعم. شيراتون ما هذا، تعال أنت شوف حال البصرة، شوف الماي، شوف الناس العاطلة عن العمل، شوف الناس المرضى، شوف الصحة، مستشفيات الصحة قريبة عليك، مستشفى التعليمي شوفها، هاي الجمهوري تعال شوفها، أنت رايح للشيراتون شو تسوي؟ هذا واحد. اثنين، بالنسبة طبعا هم بالنسبة ما قادرين على العراق على وضع وشاهد من أهلها نسبة الفساد، هاي مو أنا أقولها، يقولها رحيم الدراجي، نسبة الفساد 100% حكومة عادل عبد المهدي. إذا قادر يحل هاي الشغلات خلي يحلها. أنا ترى مو داخل البيت برا. أستاذ عمر عندك سؤال تسألني رحمة الوالديك؟ نعم. يعني أنت أشرت إلى هذه الزيارة، زين ليش ما مثلا جلس راح سوى زيارة تفقدية على الناس؟ يعني ليش حقول النفط؟ بالضبط، حقول النفط لأنه مصلحتهم تتعلق على شغلة النفط. إحنا وضع البصرة، محافظة البصرة يعتبروها بقرة حلوبة لهم، يعني يأخذون منها ما ينطونها، بدليل انه قبل فتره في زمن المالكي طبعا وشكتوا عن هاي الشغله اللي ما يسمونه البترو دولار. عمي ما اريد بترو دولار، اريد بترو ربع دولار، انطونا اياها وزعوا هاي الناس العاطله عن العمل، هاي سووا لنا صناعه، سووا لنا صحه، سووا لنا زراعه، سووا لنا هاي الشغلات. يعني زيارتهم كلها فاشله والله العظيم. هذول ما يعني مو شغلتهم انه يقدمون للبلد. زيارة عادل عبد المهدي زيارة أنا أعتبرها سياسية ومنفعة لهم على مود السرقة مالتهم، لا أكثر ولا أقل. هذا اللي أنا أقوله أستاذ عمر. زين، بالعكس أنت هاي الزيارة إذا ما تسوي شيء للمدينة اللي صار لها 6 أشهر تتظاهر والطالب بأبسط الخدمات والشباب الخريج يريد وظيفة، إذا هذه الزيارة أو أي زيارة مسؤول ما تجيب نتيجة، بالعكس هاي راح تضر ما تنفع. بالضبط أستاذ عمر. هذولي انت طبعا اثرت نقطه كلش مهمه وحساسه. اذا هو صدق، انا ارجع واقول اذا هو صدق جات لهاي الزياره خلي يشوف المتظاهرين، والمتظاهرين يعني مطالبهم معروف، هي مو مطالب، هي حقوق. احنا ما نقول مطالب، احنا ما نطلب من احد. نعم. احنا اهل البصره، احنا اللي بالفعل هي حقوق من اول العراق لاخر العراق. نعم. احنا اهل النفط، مو مطالب، هي حقوقنا. خلي يشوف حقوق المتظاهرين، شنو حقوقهم؟ هل يعطيهم حقوقهم؟ هو كان شنو يسوينا؟ شنو هو مسوي علينا؟ فضل مسوي علينا من نية. وإحنا بصراحة زيارته ما شرفته والله، عيب على أهل البصرة إذا يقبلون بزيارة عادل عبد المهدي، عيب وعار علينا. زين، ما نقبل زيارته. هذا زيارته جاي من أجل إنه يدورون مصالحهم
الشخصية والثانوية ما لهم علاقة لا بأهل البصرة ولا شعب البصرة أستاذ عمر. نعم. أنا أشكرك محمد جاسم من البصرة كان معنا. يقول في رسالة على الواتساب يعني نريد إذا أمكن يعني ويا الرسالة دزلنا اسمك أو لقبك حتى نقدر نميز المشاهد كذلك يميز بين رسالة أخرى. يقول أخي عمر هم جايين للانتقام من الشعب وينهبون البلد ولتهديم البنية التحتية. معنا اتصال أم سارة من الرمادي. تفضلي أم سارة. ألو. تفضلي أم سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. والله يا أولادي أحلى هم عليش تحكوا هي الحكومة هي أكو حكومة أكو إيران وأمريكا ما أكو حكومة. نعم. أحلى السلام يوس علينا بالقنادر لا تقول لي أكو عندنا هنا حكومة بالعليش الجنوب هم من فقراء مقربين مثلنا. نعم. وهنا بالرمادي مثل ما هم بالجنوب أحلى مثلهم وعزود بعد احنا اللي بيوتنا وعدنا خطفت على الرزازة ويعني شايف ابنية طفلة تنشت لتنى القناص الامريكي اقسم لك بالله. نعم. زين ام سارة ليش هم من مكلبين بيهم وما لهم كل فقراء ما عندهم اي شيء لا هم ما بعيدوا فقراء ونصهم عميان والله وكيلك يعني الابرياء اللي خذهم على الرزازة. نعم. وزعوا تعويضات أم سارة تجارة بالفقراء. نعم والله تجارة عندكم أحد أخذوه من الرزازة من أقربائكم بصفل القيمك والله العظيم بالبيوت قبلقى. نعم. بالقى والله والله لا تصدقون السوال في البتنفذيان يطلعون كلها كذب وحتى أنا شيء أنا ما أخاف أموت جدامة كثيرة ماتت. نعم. أسألت عريض جيتكم هارونا بالتلفزيون على لي تطلع القش مالهم. أم سارة أم سارة تسمعيني؟ نعم. أكو أحد من أقربائك أخذوه بسيطرة الرزازة الميليشيات؟ إي والله إي. نعم. إي أخويا الله يكرمنا إحنا زين أربع جهال. نعم. والله العظيم ما عندهم أي شيء ما دخلوا من فتهم بأي شيء وبيت تراب. نعم. وبيت أبويا تراب. عرفتوا عنا خبر شيء والله يا اقسم لك بالله ايه عرفتوا عنا خبر خليها تحكي اللي بصفها خليها تحكي لا خبر ولا كل شيء حتى انا بس على اقول ايش شفتوا لا تسالون ليش يابا ما ادري. نعم اللي حكى الاسرى البيران جبر اي احكي احكي انت هم اذا تريد تتكلم انت يتداخل صوتك زين هسه انا موتي اكثر من البيران وبالامريكان والعالم عرفت عنهم احنا بالعالم ما جهرت وبيران دزم رسائل شنو هذا الحكم؟ لا ها؟ نعم شنو هذا الحكم؟ يعني الحكومه ما زال ما تقدر على هذا الشيء، عايش حكومه؟ عايش اذا مبطل باراضينا بالعراق هم تدوسون. نعم. بالعراق؟ عليش وزراب عليش رئيس وعليش ما دان هالشكل شخصيات يسالفتهم جايب لعون وقت وفلوس وهاي دايحة زين الوضع بالرمادي أم سارة أم سارة أم سارة أم سارة والله تحدى واحد منهم يواجه متواجه إلى واحد منهم المسؤولين والوزراء المحافظ وكلها عامة إلى واحد منهم بالعراق. نعم. كانت حسين والله. انا اشكرك ام ساره من الرمادي كانت معنا. يعني بس نرجو من المتصلين قاعد بصفها اذا تريد تتكلم انت اخذ من عندها التليفون وتكلم مباشره لان صوتك ده يتداخل ويا صوتها حتى انت تقدر تعبر عن رايك كذلك. ام ساره من الرمادي كانت معنا. رساله يقول فيها اخ عمر اكو بلد محترم يقوده قتله ولصوص اي اكو في العراق موجود وحتى تجار الدين يحللون الحرام ويحرمون الحلال. يقول الشعب يشكي يوميا لماذا الشعب لا ينتفض ضد هؤلاء ويعلم بأنها تبعية إيران وين كرامة العراق وهيبته. والله يا أخي الناس ما راضية بس حكم الظلم والجور يطلع تظاهرات سلمية يذبحوا شفنا اللي صار دائما نعيدها هي هاي يعني اللي صار مثل المحافظات الغربية واللي صار بالبصرة
وما يجري ما زال يجري في البصرة. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حيا الحضر فيكم. حياك الله، يا أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عمار. عدة أسئلة نريد نوجهها العادل زوية. نقول أولا هو شنو اللي استنتج من زيارته للبصرة، ونسأل شاف الأوضاع اللي يعيش بها أهل محافظة البصرة، شرب من المي اللي يشرب منه أهل البصرة، وشفنا شلون شغل اللايت ماله من لايت الموبايل ماله من زار إحدى المرافق بالليل والكهرباء مطفية. نعم. سأل شلون يعيشون أهل البصرة، عرف كم فصيل ميليشياوي موجود بالبصرة، سأل عن الفازين وعن إذا يهربون النفط وشلون راح يحارب الفازين، وإذا ثبت عنده فسادهم إيش راح شنو الإجراء اللي راح يتخذه ضدهم، ووين وحدة الأهل البصرة قبل شهرين من وعدهم بتلبية مطالبهم. عنده علم عادل زوية بأن عمار الحكيم يهرب نفط بقيمة ربع مليون دولار يومية؟ سمع بالباخرة البنانية اللي دخلت للميناء بدون أي موافقة من الحكومة، وعرف شلون القاضي اللي عرضت عليه القضية أمر بإخلاء سبيل الباخرة وطاقمها؟ سأل عن عدد العاطلين عن العمل، سأل الميليشيات ليش يقنعون متظاهري أهل البصرة وهم يطالبون بحقوقهم. يعني احنا نقول المسؤول اللي يزور محافظة او مدينة وبيها اشكالات المفروض يحمل وياه حلول هاي الاشكالات. يعني عادل زوية انت رايح للبصرة بزيارة استعراضية حتى تقول للشعب شوفوا شلون انا مهتم بامور الشعب، يعني كافي وعود كاذبة. الشعب يعني عرفكم وعرف انتم ما مهتمين بي، والحل الوحيد اللي يريح الشعب هو حل ماكو غيره، هو رحيلكم وترككم للعراق من تلقاء انفسكم قبل ما تتركوه مرغمين. يعني عرف اكو 8000 حالة اصابة بالسرطان بين اهالي اهل البصرة، لو ما عرفه استاذ رئيس الوزراء. نعم. يعني من كم شهر انطلقت هاي تظاهرات البصرة؟ شنو اللي سواه العبادي وشنو اللي سوته الحكومة وشنو اللي سويته انت؟ عرفت كم معتقل من المتظاهرين موجودين بسجون الحكومة وبسجون الميليشيات؟ عندك جرأة تسأل الميليشيات ليش تعتقل وتخطف وتعذب بالشباب والرجال والنساء اللي طلعوا وطالبون بحقوقهم؟ سألت شنو معناها وجود ميليشيات إيرانية بالبصرة؟ يعني فشي عجيب. سأل منو يحكم البصرة هسه، الحكومة العراقية لو إيران لو الميليشيات؟ والله يا عادل زوية كافي تضحكون على الشعب، واتقوا الله الفازين والمرتشين وأصحاب المليارات الحرام اللي ينهبوها من خيرات البلد موجودين وانت تعرفهم واحد واحد وانت من ضمنهم. عندك جرأة تحاسبهم وتحاسب نفسك وترجعون اللي سرقتوه وتلتفتون على هذا الشعب اللي ابتلى بيكم؟ يعني صدقني استاذ عمر لا عادل ولا غيره راح يهتم للشعب ولا راح يقدموا له اي خدمه ولا راح يطلقون تعيينات للعاطلين عن العمل، وكل الشعب يعرف بهذا الشيء. نعم. بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هيك حكومه فاسده مجرمه دمرت البلد ودمرت الشعب. نعم. هذا اللي نقوله، والدور كل الدور على الشعب اذا يريد يعيش بعز ان يطلع ضد هاي التهمه المجرمه. نعم. أشكرك أبو ناصر من تركيا كان معنا. رسالة يقول فيها السلام عليكم أحييكم قناة الرافدين، أبو حازم من الأحواز حياك الله. يعني نأمل من الأخوة المرسلين أنه شاركونا بآرائهم في الرسائل. نعم، معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك حضرتك إلى قناتكم الشريفة ولكل العراق الشريف. أستاذ أنتوا يعني هسه استعرضتوا زيارة عادل عبد المهدي الاستعراضية إلى البصرة. نعم. وأهم شيء هو شاف العمال الأجانب والنفط أثر من اهتمامه بالشعب العراقي. إذا يريد هو يقوم بعملية تغيير يعني لصالح أهل البصرة فهو يعني غصبا عليه وعلى الحكومة العراقية أنه تنطي حقوق الشعب العراقي ككل، ليس للبصرة وحدها، لأنه إذا صارت حقوق للبصرة المحافظات الجنوبية يقول لك إحنا همين لا عندنا خدمات ولا عندنا تعيينات ولا عندنا كهرباء ولا عندنا مكان اللي يليق بكرامة الإنسان. عيفك من العراق وفساد العراق، اطلع على خارج حدود العراق. البصرة من يطلع النفط التهريب النفط عن طريق الحشد يوميا أكثر من 400 مليون دولار نفط يروح إلى جيوب الفاسدين من أهل الحشد ورجالاته. نعم. اطلع من شمال العراق
الى تركيا، اكو انبوب ويا الانبوب الرئيسي خليل انبوب فرعي يقومون بعملية سحب النفط وتهريبه عن طريق الشمال. يعني هذا قمة الفساد. يعني اطمع روح الى الدول الكبرى، دول العالم كله، السفارات اصلا شيء ينقص الحياة. يعني يشوفون شنو هاي الحكومة العراقية اللي خلى هيك موظفين طالعين عن مسار الخلق والأخلاق والفساد اللي موجود، كلهم من أبناء المسؤولين، وبعدين تصرفاتهم لا تليق بمستوى العراق. فهذا العراق هو صار. فالحكومة، أنت يا عراقيين ما كان في عاد مدلة، ما كافي موقف كرامة، ما كافي انه ما عندنا لا عزة ولا حياة كريمة. البقى الحال عليكم، الحال اذا ما يتم عن طريق العراقيين ترى ولا تغيير ما يصير. يعني هو بيسوي نفسه انه عادل عبد المجيد مثل ترامب وراح بشكل سري. زين خليش بشكل سري، اطلع واجه وانزل على الساحة وواجه العراقيين. يا ما شو تريدون اذا انت عندك نية تغيير؟ فالتغيير ماطو، فلا تتصورون اكو تغيير. فاذا تبقون على المدلة ابقوا، واذا تريدون تغيرون اطلعوا ككل الشعب العراقي. وتحياتي لحضرتك. ام عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا دراسة جديدة للجيش الأمريكي تقع ب يعني 1300 صفحة، جاء في الدراسة بأن إيران هي المنتصر الوحيد بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. أضاف طبعا التقرير أو الدراسة أضافت بأن العوامل غير الناجحة والحرب العراق يعني كانت غير ناجحة وأدت إلى عدم فهم العمل الداخلي للسياسات العراقية، صراع المجموعات المسلحة، الأمر الذي تسبب في تفاقم المشاكل. أضافت الدراسة بأن حرب العراق حطمت تقاليد سياسية طويلة الأمد بشأن الحروب الاستباقية، وأكدت بأن انتخابات عام 2005 فاقمت التوترات العرقية والطائفية بعد أن اعتقد قادة الجيش الأمريكي بأن الأوضاع ستهدأ في البلاد. طبعا هي إيران المنتصر الوحيد وسلمت العراق على طبق من ذهب إلى إيران. يعني أمريكا سلمت العراق على طبق من ذهب إلى إيران. يعني إيران إذا بس نأخذ من جانب الصادرات، صادراتها أغذية وغير أغذية وكذا للعراق بالسنة توصل 12 مليار دولار. 12 مليار دولار هاي ميزانية الدول وليست دولة واحدة. هاي فقط ما صدر إيران من مواد غذائية وغيرها من المنتجات إلى العراق سنويا نحو 12 مليار دولار. وهذا طبعا دخول عملة صعبة، و هاي 16 سنة تقريبا يعني زاد النمو في إيران. يعني لولا الأزمة المالية لكان الوضع يعني مختلف في إيران. نعم، معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. طال عمر، زيارة عادل الدولية صراحة هي زيارة استفزازية لا إعلامية ولا استعراضية. استفزازية راح يستفز بها البصر وراح يشوف أن الغيرة يقومون ما يقومون، يسوون شيء ما يسوون، فهو على هذا باقية. فهذا يقولون بيجزون رسالة أخرى أنه راح نحكمكم ونسرقكم ونجوعكم ونمرضكم ومنعالجكم ونقتلكم، واللي يحكي نقتله هو راح يكون تكمية مشوار. فأهل البصرة رضوا بماجد الكبابي وعمار الكبابي، رضوا بيخلي يردون هذا جايبينهم تشريب هواء. يعني شو إذا تشريب هواء عن طريق على علاقة بالسريب خبز بحدة ويا الماي، فليشبعون على شنو؟ جاي الشيراتون، انتش عندكم وتحرقت القنصلية الإيرانية، أحرق الشيراتون هم ويا هو. إذا انحرق الشيراتون راح ينتهي بعد، ما حد يجي يدخل عليهم ولا يطب ولا يسلم عليهم بعد. كل حجة ما عنده مثل أهلا وسهلا مثل أقطع خطوط الأنابيب أجمع على الموانع هذه الأنابيب. أنت ما مستباد، أنت باقي على شنو؟ باقي على شنو انت؟ تمام الصفات كلها، هذا الموانع كلها بها سرقات بمئات المليارات استاذ. نعم. يعني 15 سنه سرقات، بقت على سنه 16 لو تقطعوها لو خليت تصبر السرقات. وانا اشكرك. انا اشكرك ابو عمر من السليمانيه. اذا تحدثنا في هذه الحلقه حول
يعني الوعود المتكررة من قبل أي رئيس حكومة يجي، وآخرهم عادل عبد المهدي حول مكافحة الفساد. وتحدثنا حول زيارته إلى البصرة، والمغزى منها لزيارته إلى يعني أماكن إنتاج النفط في محافظة البصرة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.